وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قد من الله
وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.